تسبب مشروع قانون أقره مجلس النواب البرازيلي في حالة من الغضب والاستنكار من قبل سكان البرازيل الأصليين. ينص القانون على أنه لا يحق للسكان الأصليين العيش سوى في الأراضي التي كانوا يقيمون عليها لدى صدور دستور 1988. هؤلاء السكان رفضوا القانون تماماً وطالبوا رئيس بلادهم بتعطيله، واعتبروا أنه يقلص مساحة أراضيهم ويمهد لإبادة جماعية بحقهم، مبررين أن عدم وجودهم ببعض الأراضي في عام 1988 سببه أنهم طردوا منها على مر القرون، ولا سيما خلال الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985. زعيمة حركة نساء الشعوب الأصلية في قبائل زينغو نددت أيضاً بالقانون، وقالت إن هدفه السماح بإزالة مزيد من الغابات وبناء سكك حديدية وإنتاج كميات أكبر من اللحوم.